ده ماتش ما يتنسيش يا كابتن جمال حقيقة. يعني طبعا تغاضى عن فكرة ماتش 2010 وراجل مدرب كبير له تقله وبيعرف بيعمل ايه مع الاعلام، لكن اداء رفيع المستوى من المنتخب المصري، وهنا لا يمكن وضع المباراة في الاطار الودي لانه لا احد كان في ملعب المباراة او من الجمهور الجزائري او الجمهور المصري كان عنده فعلا الشعور ان ده ماتش ودي. ولولا هفوة اخيرة اخطأ فيها الكل تقريبا، يعني كان ممكن منتخب مصر يطلع وهو كسبان. لكن الفكرة يا جماعة، الفكرة ان منتخب مصر النهاردة عمل مباراة كبيرة جدا بعشر لاعبين في وقت ما كانش حد متوقع انه بعترض محمد هاني كل ده يحصل. بعترض هاني كل، تخيل ان انت هتلعب مباراة دفاعية عادية جدا، لكن تتفاجئ ان المنتخب المصري بيهاجم وعنده اسلوب وعنده شراسه وقادر يبغت الجزائر في هجمه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. منتخب مصر زي ما قدام تونس قلنا عنه كل حاجه كانت سيئه، ياخد حقه النهارده تالت ومتلت. ومحتاجين بقى نقسم الكلام علشان كل واحد ياخد حقه. تعادل منتخب الجزائر مع منتخب مصر 1-1 بعد مباراه مثاليه من المنتخب المصري، في النهاية ما أثرش فيها حالة الطرد اللي كانت عند محمد هاني. لكن المنتخب المصري اللي لعب النهاردة أداء تكتيكي رفيع المستوى ما قبل الطرد وما بعد الطرد، في حاجة إن احنا نقف عنده عند أربع نقاط تشمل كل حاجة حصلت في المباراة، والبداية مع واحد من نجوم المباراة. بصوا يا جماعة، لو مارسيل كولر جه مصر فقط لغير علشان يعمل اللي عمله مع حمدي فتحي لكفة. احنا جايين منين؟ احنا جايين من كارلوس كيروش الذي له كل الاحترام والتقدير كمدير فني صاحب فلسفة خاصة بيه نجح بيها كتير، لكن جايين من كيروش اللي كان شايف حمدي هو لاعب الارتكاز الدفاعي اللي احيانا موسيماني ياخده ويحطه ورا الاثنين باكات عشان يلعب بثلاثة. ده كان حمدي. والحقيقة هو استثنى في التاريخ الحديث لكرة القدم المصرية انه لاعب ارتكاز يليق على انه يبقى ليبرو ثم لاعب خط وسط متقدم بيروح يجيب جوان. يعني مين في مصر ما بعد اعتزال احمد حسن مين كان عنده الشموليه دي كلها في نص الملعب انه يرجع يبقى ليبرو؟ مش بقارن الاثنين طبعا، لكن بتكلم على انه متعدد الادوار. اللي عمله كولر مع حمدي فتحي كان غير معقول. اسمحوا لي نستعرض الجون ونستعرض هدف زامبيا ونستعرض بعض النقط اللي تقول لك ان ده لا يمكن يبقى حصل بالصدفه بالنسبه لروي فيكتوريا اللي انا النهارده بأكن ليه كل الاحترام والتقدير، لانه الراجل دي تقريبا المباراه الثانيه الاصعب بعد مباراه بلجيكا. فاز واحده وكان قاب قوسين او ادنى ما يفوز بالثانيه. نبص مع بعض هدف المباراه بالنسبه لحمدي. بشويش نلعب الكره مع بعض. تريزيجيه بيرفع الكره على عين البعيد اللي هو ستايل منتخب مصر في اداء بعض الركلات الثابته. حمدي ظابط نفسه على الاوفسايد علشان لا خطوه زياده ولا خطوه ناقصه، جاهز اقابل الكوره. تعتقد انها سهله لكن التايمنج هنا مثالي. الاصعب بقى، الاصعب هي اللي جايه بتاعت ماتش زامبيا. ليه الاصعب؟ لانه حمدي، وقلت ده الحلقه اللي فاتت، انه في الكوره دي يا جماعه غير العظمه اللي حصل من بدايه الكوره لاخرها، حمدي فتحي نمشي بالراحه بقى مع الكوره هنا من اولها، نمشي بالراحه مع الكوره. حمدي هيقنع اللاعب رقم ثلاثه ان انا بتاعك يا معلم، انا الراجل اللي جاي لازق فيك، انا معاك. واول ما زيزو هتطلع الكره من رجليه شاور العب لي، راح حمدي مع الراجل التاني في ايهام كامل لخط الدفاع علشان يحط الكره في منتهى الصعوبه. ده حمدي. ليه بقول انه اللي بيحصل ده لا يمكن يكون محض الصدفه؟ لان منتخب مصر بعد الطرد كان عنده ستايلين في الكرات العرضيه او في الفاولات، واحده منهم بشكل مباشر برضو على ايام البعيد، والثانيه اللي جاي منها جون انه زي الكره القطريه اللي هناك الناحيه الثانيه تترد على اتجاه الجون. دي واحده ستايل من الستايلات اللي لعب بيها منتخب مصر قبل الهدف، الكره العرضيه اللي على الايمن البعيد دايما اللي عاد يطلع لها جابها من فوق خالص، لكن في النهايه انقذها حارس المرمى. فده ستايل، مش كل حاجه عبد المنعم على القريب. والثانيه بعد الجون مباشره على البعيد لكن اقوى شويه من صلاح، كان رايح عبد المنعم وكان رايح ياسر عشان يردوها نفس الرده، نفس الرده اللي كانت هتروح في حلق المرمى، لكنها كانت اصعب شويه. شغل مدير فني في ابتكار حاجات من كرات ثابته، اي نعم مش حاجه ضخمه لكنها حاجه بتدي لك سلاح اضافي وانت ب10 لعيبه، وده خطير جدا. لا يمكن ان فيكتوريا يكون تمنى حاجه اكتر من اللي حصل النهارده قدام منتخب الجزائر بكل المحترفين وانت 10 لعيبه.
يقودنا ده للمرحلة التانية. ليه بقينا بعشر لعيبة؟ وليه محمد صلاح ظهر في المباراة دي بأفضل شكل ممكن؟ يا جماعة في نقطة مهمة جدا. لعيبة منتخب النصر مصر النهاردة، شناوي واحد من أهم نجوم المباراة رغم الجون، مصطفى وتريزيجيه مباراة عظيمة بدنيا وفنيا وتحركات وقطع كرات وتكملة وما شاء الله. لكن صلاح غير. ليه صلاح غير؟ نبص مع بعض. الكورة اللي على العارضة اللي حطها صلاح بدايتها بيوضح لك ليه المنتخب حصل فيه كده. نهدى بس مع بعض شوية بالراحة. الكرة مع بعض نعرضها بالراحة. دي كرة ملعوبة من عند منتخب الجزائر. نقف هنا يا جماعة، نقف هنا بعد إذنكم، نرجع بس ونقف هنا عشان ده شكل منتخب مصر. ده الشكل اللي كان منتظر واللي خلى صلاح بالشكل ده، اللي هو إيه؟ اللي هو مصطفى وصلاح الاتنين على العمق، وزيزو وأنت كرة مش معاك مايل، نقف بس شوية، مايل إن هو يكون جناح يمين، واتنين ارتكاز في نص الملعب، والكرة بتتلعب ثم بتتقطع بشكل مثالي من هاني، ثم قطعنا الكوره بينزل صلاح يستلم ويصبح هو محرك المنتخب المصري البلاي ميكر. يتحرك صلاح بذكاء خططي رفيع المستوى ورا الاثنين الارتكاز بتوع منتخب الجزائر، ويفضل قبل خط الدفاع ويتابع سير الكوره. هنا واقف فين؟ ورا الاثنين الارتكاز، يتابع سير الهجمه. انت هنا لا يمكن تتراقب ولا يمكن حد يطلع لك عشان العمق هيفضى. ثم حمدي يحط الكره العرضيه، يجي تريزيجيه وصلاح الاثنين على خط واحد علشان يكون الاستغلال الامثل لصلاح جوه منطقه الجزاء. كلمني بقى على صلاح كتير على الطرف، لكن لما جه هنا بحريه كامله وعندك سلاح تاني اسمه زيزو موجود الناحيه اليمين، شوف اللي حصل. نفس اللي بقوله ده، نفس اللي بقوله ده هو سبب طرد محمد هاني. زيزو عمل مباراه ممتازه وقلب الدنيا ماتش زامبيا، لكن زيزو يتحمل مسؤولية كبيرة من طرد هاني. ليه؟ نبص على الكرة من الأول. اللي حصل هو نفس الشكل اللي خلى صلاح منور. إن صلاح حر، إن الكرة من بدايتها مع منتخب الجزائر صلاح هو اللي في العمق، مصطفى هو اللي في العمق، ثم زيزو جاي علشان يقابل الباك الشمال بتاع منتخب الجزائر. حلو الكلام؟ اللي هيحصل إيه بقى في الكرة دي؟ اللي هيحصل نقف هنا. سعيد بن رحمة هيتعمد ان هو يخش العمق. نكمل شويه مع بعض، نكمل شويه قبل ما الكره تتلعب. سعيد بن رحمه هتلاقيه داخل للعمق وداخل على محمد هاني. نقف نقف، دخول سعيد هنا للعمق هيخلي الطرف ده فاضي تماما، فكان لازم على زيزو انه من بدري جدا خلاص دي راحت، ارجع ارجع سنه، ارجع فريمين 3 4 5 زي ما كان الموضوع ماشي. ناس تبقى واخده بالها انه سعيد بن رحمه خد هاني وراح بيه علشان يبقى الباك الشمال ده الزاوية مفتوحة تماما، فبصت زيزو على انه هاني وراه، هاني ما عادش وراك. فتلعبت الكورة خلاص بقى سبق سرعة، التحريك بقى سبق سرعة كامل موجود عند الفريق، بترجع من تاني الكورة، ورغم ان انت زيزو شفت ده بعينك لكنك رحت لنفس الحكاية من تاني، نفس الموضوع من تاني، دخلت برضه على العمق بدون داعي، بدون داعي علشان يبقى عكس الكورة. امر بديهي جدا لانه الطرف اللي هناك دايما شغال. سعيد بن رحمة نفس السحبة لمحمد هاني في العمق، يعني مشهد بيتكرر كلاكيت مرتين ورا بعض بنفس الطريقة علشان يعمل هاني التصرف اللي بنشوفه قدامنا. طبعا فيها او ما فيهاش ده عندنا محللين تحكيم يفتوا فيها افضل مني مليون مرة، لكن بتكلم على انه زيزو شاف نفس اللقطة مرتين ورا بعض، لكن عدم الادراك باللعبة نفسه، عدم الادراك بان انت جناح مضطر منك انك ترجع كتير مش زي الزمالك، هو ده اللي عمل هذه القصة. مشهدين ورا بعض عملوا نفس الحكايه. كانت الفكره سبب في تالق صلاح، لكن زيزو محتاج اكتر اكتر نضوج في هذا المركز وشغله اكتر من فيكتوريا، وفي اعتقادي انه الرؤيه صحيحه تماما، لكن مع بعض الاجاده في التنفيذ. ده الجزء الثاني. الجزء الثالث، منتخب الجزائر. منتخب الجزائر كان ممكن يطلع خسران لكنه تعادل. لكن الحقيقة أنا كواحد من محبين المنتخب الجزائري، الشعب الجزائري متابعني بقاله كتير ويعرف هذا الكلام، يعني غير مقتنع تماما حتى لو كانت المباراة ودية، لسبب واحد. فنيا فنيا تيجي مع الوقت، ماتش وحش يجي بعديه ماتش كويس، يجي بعديه ماتش جامد، الجزائر ملهاش ثوابت. لكن بتكلم عن الناحية البدنية، ممكن نعيد الكرة بتاعت صلاح اللي جت على العارضة ونشوف اللي حصل. العادة وده اللي حصل في أول ربع ساعة، إن منتخب الجزائر تريزيجيه بيستلم معاه ثلاثة،
صلاح بيستلم معاه ثلاثة. لكن هنا أول ما الكرة اتقطعت من هاني لا يوجد ضغط بمليم، الكرة رايحة جاية، منتخب الجزائر ضغطه على حامل الكرة صفر، قراية اللعبة صفر، الارتداد صفر، مفيش حد قادر لا يعطل الكرة اتقطعت ولا يمسك لعيب بشكل ناجح، او انه حتى الارتداد يبقى سريع، انه تريزيجيه يتفتح له كل المساحة دي علشان تكون اللي عند حمدي الاول، علشان الهجمة تتلعب بهذا الشكل. منتخب الجزائر هنا يا جماعة 8 9 لعيبة على 3 لعيبة مصريين بدون ادنى نوع من انواع الضغط، دي مش الجزائر. وتاني بقول فنيا سعيد بن رحمة، رياض محرز، كل لاعبي منتخب الجزائر فنيا يبقى ليك وعليك تروح وترجع، لكن الفكرة هنا ان انت بدنيا الموضوع وقع منك بدون داعي. وبالتالي انا بحترم تصريحات جمال بالماضي دايما بعد المباريات اللي شبه دي، ان احنا محتاجين نبقى احسن، ان كنت عايز اواجه منتخب قوي زي منتخب مصر، لكن المهم انك تبقى واخد بالك، لانه اللي حصل النهارده منتخبات تانية اقل بكتير من منتخب مصر مش هتسيبك تعمل الكلام ده. واعتقد ان جمال بالماضي وان شاء الله يكون معانا او نلحق المؤتمر الصحفي، انا واثق انه هيتحدث عن هذا الامر. اخر حاجه عايز اقولها عن المباراه، في 2010 وفي كل مرة بيكون عندنا حدث مهم مع الجزائر أنا بسميه تنافس، ده اللي فهمته وده اللي أعرفه من زمان، لكن النيرف كان بيعلى شوية. أحد أصدقائي الجزائريين في مجال الإعلام كنت بتكلم معاه في 2010 قال لي هو ناحية الفوتبول مصر أم الدنيا، ناحية الفوتبول مصر أم الدنيا، نتخانق ننفعل نهاجم بعض في الإعلام عشان الكورة وعشان الماتش وعشان الكاس وعشان الفوز، كل ده وارد، لكن تيجي ساعة الجد مصر والجزائر واحد. الحقيقة كنت في حاجة ان انا ابص على الجمهور النهاردة في المدرجات اللي عمل لوحة ممتازة، الذي لم يخرج عن النص لا باللفظ ولا بأي حاجة ممكنة، الجمهور اللي انا فرحت جدا جدا كمصري ان اشوف بعد جون حمدي فتحي المدرجات مشجع جزائري اعجب من مشجع مصري، المشجع المصري بيغيظه فيقولوا لا 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 الكره دي اوف سايد، الحكم هيرجع اوف سايد، لا مش جون هترجع اوف سايد. ما هو ده اللي اتربينا عليه، ان احنا نتنافس شغال، نغيظ بعض عشان الجون شغال، خدنا كاس وين شغال، كل ده تمام. لكن تيجي عند اللحظه المهمه ده يقعد جنب ده وده عارف كويس ده صاحبه، ده صاحبه، فالكوره تفضل كوره، لكن عند المواقف اللي شبه دي يبقى المصري والجزائري حاجة مهمة. ويبقى الجمهور المصري بالمناسبة اللي شال رسمة اللي شال يعني حط رسمة صلاح ورفعها في المدرجات يستحق التحية، لأنه تزعل من صلاح في أي حاجة وارد، لكن يوم الماتش بتاع الكورة ده حاجة تانية، ده الراجل بتاعك كابتن منتخب مصر، الراجل اللي بيقودك في كل المحافل الدولية واللي مشرفك، تختلف معاه في اي حاجه، انت ممكن تختلف مع اي حد في اي قضيه، لكن تيجي ساعه الجد الجمهور في التعامل مع الكوره كل التحيه والتقدير للجمهور الجزائري وللراجل المحترم اللي كان في الصوره بغير ما اعرف هو مين، يعني الراجل المحترم اللي كان بيشجع في الصوره دي، وكل التحيه للمشجع المصري والجمهور المصري اللي كان موجود في هذه المباراه.